ولهذا فإن من الأخطاء عند بعض الناس هناك دعوة ربما تكون شائعة في بعض الأماكن يقولون فيها اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هذا الدعاء غير صحيح، هذا الدعاء غير صحيح، بل يسأل الله سبحانه وتعالى رد القضاء، والدعاء يرد القضاء، ويسأل تبارك وتعالى كما جاء في الدعاء الماثور في حديث عائشة أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فالحاصل هذا فيه أن الدعاء يقاوم البلاء ويدفعه ويرفعه إذا وقع، فشأنه عظيم جدا.